تحية طيبة للجميع نلقاكم متابعينا عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب ليحول طقس متابعينا الكرام نعود اليكم ونقدم لكم نشرة جوية خاصة للمناطق والولايات المالية بتساقط الامطار ليوم الاحد 25 سبتمبر 2022 إذن نتوقع خلال الفترة الصباحية امطار ستشمل مناطق تيزي وزو بجاية جزاء العاصمة بومرداس وايضا تيبازا ايضا امطار على البوليدة المدية وعين الدفلة والبويرة وبرج وصل إلى ولاية الصيف، أمطار شمال ولاية المسيلة الجلفة بالإضافة إلى ولاية تيارة معسكر غليزان، رغوات البيض والنعامة بالإضافة إلى منطقة الثورة ولاية بشار، وأيضا بني عباس وتميمون وغير خلال الفترة المسائية نتوقع لأمطار جد معتبرة وغزيرة جدا هذه المرة ستصل إلى المناطق الشرقية المناطق أيضا التي ستكون معنية ولاية الطارف عنابه بس كيكدا جيجل بجاية زيوز بومرداز الجزاء العاصمة تيبازا وصول إلى ولاية شلفة نمديه وعين الدفله بالاضافه الى ولايه البوليده البويره برج بوريج ولايه الصيف ميلا قسنطينه قلمة، سوق راس ام البواقي باتنا خرجت بالاضافه الى ولايه المسيله ايضا ولايه بسكره ولد جلال تكرت ايضا ولايه الجلفه ولايه تيارت سعيده وسيدي بالعباس وصل الى ايضا ولايه الاغواط والبيض والنعامه ومنطقة الثورة ولاية بشار بالإضافة إلى تميمون بني عباس وغردية هذه المناطق متابعينا الكرام كلها ستشهد أمطار جد معتبرة وغزيرة جدا خلال الفترة الليلية اليوم الأحد تحية طيبة للجميع ما زال الخير قادم إن شاء الله الأيام المقبلة هذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته